مساء الخير. خبر النهاردة في برنامجنا خبر مفرح، عبارة عن بشرة سارة لأكثر من 17 مليون مصري مرضى للأسف بالتهاب الكبد الوبائي المعروف بفيروس سي. إيه الخبر المفرح؟ هيتم طرح 14 نوع دواء جديد لهذا المرض قريبا خلال أسابيع قليلة في الصيدليات وبأسعار منخفضة. أتمنى هذا الخبر يدخل البهجة والسرور على كل مريض بهذا المرض. مساء الخير. الحمد لله والشكر لله، عشنا وشفنا رئيس حكومة كل يوم في الشارع، المهندس إبراهيم محلب من يوم ما مسك الحكومة وهو كل يوم في زيارة ميدانية. صحيح الزيارة بيتقال عليها أنها مفاجأة رغم أن وسائل الإعلام كلها بتبقى عارفة، لكن تقريبا كده ممكن تمشي الزيارة وتبقى مفاجأة. المهم الزيارة تعمل مفعولها إزاي؟ لما رئيس الحكومة والوزراء اللي يبقوا معاه يشوفوا حاجة غلط يصلحوها على طول. أحلى حاجة في الجولات الميدانية اللي بقينا بنسمع عنها كذا مرة في اليوم من رئيس الحكومة والوزراء إن كل جولة ليها تصريحاتها، تصريحات خاصة بيها، والتصريحات بتاعت الناس الكبار دول ما ينفعش تبقى رغي كده لزوم الرد على أسئلة الصحفيين الحشريين، لا دي تصريحات بتكلم الناس مباشرة ولازم تبقى تصريحات واقعية. وعلى قد ما المسؤول بيكون كبير لازم تصريحاته تجيب من الآخر. المقدمة الطويلة دي علشان إيه؟ علشان امبارح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته من الوزراء نزلوا في جولة ميدانية لكلية التعليم الصناعي ومجمع التكنولوجيا بالأميرية بشبرا الخيمة. وبعد ما المهندس محلب تفقد وتجول واطلع وحاور الطلاب وعرف المشاكل، قرر تشكيل لجنة قانونية من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي علشان تحل المشاكل اللي سمحها من الطلبة والعاملين والموظفين، واداهم مهلة 15 يوم عشان تتحل. وجاب من الآخر برضه لما قال الحكومة ما عندهاش رفاهية لإضاعة الوقت. في وسط الجولة ولما التصريحات سخنت قام المهندس محلب تعهد، خلوا بالكم من التعهد ده، تعهد بالقضاء على الواسطة والمحسوبية وعودة الحقوق الضائعة لأصحابها. يا سلام، أهي دي التصريحات؟ ده مبارك نفسه لو كان قال التصريح ده ونفذه ما كانتش الثورة قامت ولا تعمل لها دور تاني ولا كنا عشنا السنين الضنك اللي فاتت. إحنا لا بنشكك ولا بنستبعد، بالعكس إحنا عندنا يبقى يوم هنا لما يحصل الكلام ده في مصر. علشان كده بسأل ضيوفي في الاستوديو والمشاهدين إزاي نقضي على الواسطة والمحسوبية في مصر؟ ده ممكن؟ كلموني بقى من أي رقم أرضي على 0900-9900 أو من أي محمول على 137. وعايز أسمع رأيكم في التصريح ده، وخلوني أجدد التحية بضيوفي. مساء الخير، منورين النهاردة. معايا على التليفون دكتور عبد الخالق فاروق، مؤسس مركز النيل للدراسات الاقتصادية. مساء الخير دكتور عبد الخالق. ألو، مساء الخير دكتور عبد الخالق. طيب على بال الصوت هنرجع له تاني، هرجع لضيوفي. اخد تعليم من محمود المرسي. حضرتك انا شايف ان اللي بيحصل ده مش طبيعي، يعني ما تقوليش ان هو هينزل ويتفقد الكلام ده كده ازاي، وكل قنوات التلفزيون والحراسة واي حد بيحاول يكلمه تبص تلاقي الحراسة بتمنعه. طب هو نازل ليه؟ ده جزء يتعلق بالزيارة بس. خلينا نروح لسؤال الحلقة. فضل. ازاي نقضي على الواسطه والمحسوبيه في مصر؟ ازاي نقضي على الواسطه والمحسوبيه؟ ده رئيس الوزراء اللي بيقول سنقضي على الواسطه والمحسوبيه. شايف الموضوع جدا. سهل كده؟ لا صعب جدا. ليه صعب؟ ليه صعب؟ اي حاجه النهارده في بلدنا لازم فيها واسطه محسوبيه تحت اي ظرف. يعني قامت ثورتين ولسه برضو الواسطه والمحسوبيه، ولو قامت 5 ثورات تاني. يا نهار ابيض، ده انت متفائل خالص على الاخر. يعني مفيش حاسب. لا حضرتك، لا اصل ده
انت بتتكلمش دلوقتي ان انت تغير، انت عايز تغير شعب بقى. نعم. مش هتغير ثقافة. لا شعب ولا مسؤولين هم اللي بيعملوا الوسط؟ لا ما هو المسؤولين ده من الشعب اساسا. نعم. المفروض هو لو حاسس بالشعب لو هو حاسس مش هيعمل كده. لكن هو لما بيوصل للمنصب اللي هو فيه خلاص بينسى الدنيا كلها. لما يسيب المنصب هيفتكر الكلام ده. يعني محمود المرسي شايف ان صعب فكرة الغاء المحسوبية. طيب خليني اخد دكتور عبد الخالق فاروق وارجع لك يا احمد. دكتور عبد الخالق فاروق مساء الخير. اهلا مساء الخير يا استاذ محمد، اهلا بيك. دلوقتي تصريح مهندس ابراهيم محلب بيقول لك ان احنا هنقضي على الواسطه والمحسوبيه، هل هذا تصريح واقعي؟ هل انت شايف ان في امكان اي رئيس حكومه في مصر يقضي على الواسطه والمحسوبيه؟ ثم اذا حسنت النوايا ازاي يقضي على الواسطه والمحسوبيه؟ لا، هو في العمل الحكومي والعمل الاداري بشكل عام حسن النوايا مش بالضروره تجيب نتائجها، لكن هو المطلوب اولا مراجعه اساليب العمل في الجهاز الحكومي ومراجعه نظم التعيين والترقي داخل الوظائف الحكوميه. يعني على سبيل المثال اقول لك يا سيدي محمد انه في سنه 91 في محاوله لتجاوز نظم الترقي واعتماد مبدا الكفاءه والجداره في شغل الوظائف القياديه اصدرنا القانون 5 لسنه 91 اللي هو ما بيلتزمش بصوره كامله بفكره الادميه في شغل الوظائف، لكن تعال شوف في التطبيق العملي جرى ايه. استخدم هذا القانون اسوا استخدام، لانه البنيه السياسيه والسياق السياسي اللي كان سايد في ذلك الوقت وما زال ممتد بظله الكئيب حتى لحظتنا هذه كان بيحجز الوظائف القياديه للاعضاء لجنه السياسات و طب اعضاء لجنه السياسات اختفوا وعملنا ثورتين، حتى بعد الثورتين صعب ان احنا نقضي على الواسطه والمحسوبيه، ايه الاليات والوسائل اللي في ايد رئيس وزراء يلغي الواسطه والمحسوبيه؟ اولا مراجعه القانون 5 مره اخرى والتجديد على فكره انه عزل الموظف او القياده الاداريه او السياسيه اللي يثبت بالدليل القاطع انه في استخدام للواسطه والمحسوبيه في شغل الوظائف من ادنى المستويات حتى اعلى المستويات. بس دي هنظبطها ازاي؟ الحقيقه لا، انه دي هتبقى متروكه في الفتره اللي جايه للتغيرات اللي طرأت على ثقافه الشعب المصري وحرصه على التمسك بحقه. يعني احنا النهارده يعني كان من قبل ثوره 25 يناير كانت الناس بتشتكي، خريجي كليات الحقوق وكذا كانوا بيشتكوا من في موضوع التعيين في السلك القضائي على سبيل المثال، لكن لم يكن احد ينتبه اليهم. الان لا، اصبح الصوت عالي وبالتالي لابد من اخذه بعين الاعتبار ولابد من وجود اجهزه للرقابه. يعني يدخل جزء من الاختصاص الاصيل للاجهزه الرقابيه خاصه الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابه الاداريه في التجديد على فكره حظر استخدام الواسطه والمحسوبيه والنفوذ في بقول لك سيبك يا دكتور عبد الخالق من القرارات، فكره حظر ومنع، الواقع اشد. عايز تشتغل في البترول قبضني 50 باكو اجيب لك بتاع، عايز اشغلك في الكهرباء قبضني 20 باكو وهكذا يعني. لا ده 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 يا استاذ محمد التربح من الوظيفه ده جزء من الصوره، لكن الجزء الاهم في الصوره والاخطر هي فكره توريث الوظائف اللي جرى على مدار اكثر من 20 سنه. فبقينا نشوف ابن استاذ كليه الطب او الجامعه لازم توريث في المناصب، توريث المناصب، ودي بقى عرف مسكوت عنه. ده الجريمه في الامر. ويبدو انه كان النظام السياسي بيحرص في ذلك الوقت على انه كله يعمل هذه الجريمه. طب اي رئيس حكومه هيعمل ايه في حاجه زي كده؟ اولا انا بقول انه يبقى فيه نص قانوني، نمره 2 انه فيه اختصاص داخل الاجهزه الرقابيه، وده جديد في الامر انه يبقى فيه الاجهزه الرقابيه عنصر رئيسي في مراجعه نظم التعيين والرقابه عليها ومدى التزامها بالمعايير الموضوعيه المعلنه لشغل الوظائف، سواء كانت وظائف قياديه او وظائف وسيطه او في ادنى حتى الوظائف، ده مساله في غايه الاهميه. العنصر الثاني هو تغيير البيئه السياسيه كمان اللي كانت حاضنه لمثل هذا النوع من توريث الوظائف، لان هذه البيئه السياسيه تحتاج الى نضال شرف وتحتاج الى يعني انا اظن. طب ده ممكن يتاخد فيه قرارات سريعه دكتور عبد الخالق؟ نعم، ده ممكن يتخذ فيه قرارات سريعه يتم طبعا ممكن يتخذ فيه قرارات سريعه،
وعايز اقول لك انه لو راجعنا التشكيلات الوزاريه على سبيل المثال بعد ثوره 25 يناير تجد انه عدد من الوزراء جم لانهم ابناء كانوا وزراء سابقين او ابناء مسؤولين سابقين، وشغل الوظائف القياديه في كتير من الجهات بعد ثوره حتى 25 يناير جاءت لابناء مسؤولين كبار من المجلس العسكري وغير المجلس العسكري وهكذا. اذا في بيئه مسمومه سياسيا وثقافيا محتاجه حرب ضروس، مش محتاجه مجرد تصريح من رئيس الوزاره حتى لو حسنت النوايا، لانه يعني ليس بحسن النوايا فقط زي ما حضرتك قلت بيتم القضاء على المحسوبية. دكتور عبد الخالق فاروق بشكر حضرتك على مداخلتك، وارجع لضيوفه في الاستوديو والمشاهدين برضو نزل لهم التليفونات يا شباب. خليني اخد احمد حسن، اتفضل ابو حميد. مساء الخير الاول. مساء النور. انا حابين بس نبعد الاول عن حته الاجهزه الرقابيه، لان الخلل اصلا جاي من الاجهزه الرقابيه نفسها. نعم. احنا ممكن نعمل زي مثلا البرلمان اعضاء مجلس الشعب مثلا، الناس تختارهم انتخابات من قبل الناس نفسها المواطنين، وعمل اجهزه من خلال الناس دي الاعضاء نفسها تعمل رقابه على المتقدم لشغل وظيفه حكوميه، اي وظيفه حكوميه ما، ونبحث المؤهلات بتاعته هل هي مناسبه فعلا لشغل الوظيفه او لا. ممكن برضو نديله خيار اللي هو خيار تدريبي، نحطه تحت التدريب مثلا لمده شهر مثلا او مده معينه كافيه ان احنا يعني نقف على ان هو هل هو مناسب فعلا للوظيفه ديت او لا. بس نبعد شويه عن حته الاجهزه الرقابيه لان الخلل فعلا جاي منها، يعني زي ما الباشمهندس تكرر. بشكر حضرتك. محمد البنا. مساء الخير يا فندم. حضرتك احنا عندنا المشكله دلوقتي تعليقا يعني بس حاجه صغيره كده، هو طبعا احنا نفسنا ان يبقى اي مسؤول موجود في الدوله انه ينزل وسط الناس والكلام ده كله، ودي حاجه احنا نتمناها يعني، وعملنا ثورتين عشان كده ونفسنا نحقق حاجه زي كده. موضوع المحسوبيه انا شايف انه من الصعب جدا في الوقت الحالي القضاء عليه، بس هو برضو في امل تمام، لان الموضوع ما اصبحش يعني ما يعني الموضوع بقى اصبح زي ما نقول في دم المصريين، يعني اللي هو خلاص الموضوع المحسوبيه ده بقى خلاص مسيطر على كل حاجه. زي يعني انت متفائل زي محمود المرسي ان المحسوبيه؟ لا انا متفائل لن تنقضي في مصر. انا عندي طالما في مصريين وطالما في سلطه انا عندي تفاؤل، واخد بال حضرتك؟ بس هي زي ما قال الاستاذ احمد ان يبقى في رقابه على الهيئه الرقابيه كمان. انا بشكركم. شكرا. وهنطلع فاصل. النهارده حلقه نهايه الاسبوع اسمها بنعرض فيها اهم اسئله الاسبوع، شوفوها. والفقره الفنيه النهارده في اخر الحلقه ممتعه جدا، عايزكم تنتظروها. وبذكركم ايضا تواصلوا معايا على صفحه البرنامج على الفيسبوك مساء الخير مع محمد علي خير، علشان لو حضراتكم عايزين تشرفوني زي ضيوفه في الاستوديو على طول تكتب اسمك وتليفونك واداره القناه هتتواصل معاك. وعايز كميه معجبين كتير على الصفحه، شوبير اكتر مني الضعف، مش كده يعني؟ يلا طلعنا فاصل اكتر. بجدد التحية بحضراتكم، وهنبدأ حلقة النهاردة أهم أسئلة الأسبوع. والسؤال الأول جاي لي من محافظة المنوفية، المحافظة اللي بيجي لها منها الرؤساء، وأول ما خرج المصريين عن الخط وجالنا محافظ من محافظة تانية ما ادينالوش فرصة وعشر شهور ومشيناه، وأول ما جالنا رئيس اللي هو دكتور محمد بورسي. السؤال الأول، لماذا تراجع مستوى الخدمات في محافظة المنوفية؟ بيشرفني في الاستوديو للإجابة على السؤال محافظ المنوفية ذات نفسه دكتور أحمد شيرين فوزي. أهلا بحضرتك، أنك منورنا. وأنا عارف أن أنت طالع من الصبح من الساعة 7 كنت في مصنع شبين الكوم للغزل والنسيج. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فن. إجابة على السؤال لماذا تراجع مستوى الخدمات في محافظة المنوفية؟ هو حضرتك مش تراجع، هو يمكن بعد الثورة حصل بعض الانفلات وحضرتك تعلم ذلك. فهو أهم التحديات أو الخدمات اللي هي متراجعة مش منوفية بس، محافظات وسط دلتا اللي هو الصرف الصحي ومياه الشرب، وده يمكن من أكتر من 30 سنة. يمكن عندنا احنا في محافظة المنوفية عندنا حوالي 315 قرية، فيها 44 قرية اوريدي وصل فيها الصرف الصحي، في حوالي 130 قرية ما وصلش لسه الصرف الصحي ولسه ما اتحطش في الخطة، بس اتحطوا الحمد لله في خطة 16-17، والباقي من يمكن تحقق فيها من 20-80%، وده اللي هتنفذ السنة دي إن شاء الله 14-15. حكاية الخدمات يعني أنا حاولت البال 6 أشهر محافظة المنوفية، الخدمات بدأت يعني تتطور شوية،
بالنسبه للاسكان من الناحيه الصحيه من ناحيه التعليم. حضرتك ما عملتش الموبايل سايلنت؟ معلش معلش علشان احنا على الهواء نسيت. معلش لا ما فيش مشكله. فحضرتك بالنسبه الحاجات تقدمت والناس تشعر بذلك، المرور تقدم، النظافه اتفقنا مع شركه نظافه، بدات حضرتك المشروعات الصرف الصحي، افتتحنا كذا مشروع مع معالي رئيس الوزراء لما كان وزير اسكان، ثلاث مشاريع صرف صحي ومياه شرب، الكوبري العلوي في شبين الكوم افتتح وكان قاعد سنتين معطلان، وده عمل طفره كبيره جدا في التكدس المروري في العاصمه. الاتوبيس النهري ان شاء الله كمان اسبوعين، وده هيحل برضو مشكلة مرور داخل العاصمة عشان طلبة الجامعات والمدارس. التعليم أعتقد حضرتك عارف محافظة المنوفية أعلى نسبة تعليم في مصر، فيها 135%. لا حضرتك، أعلى نسبة تعليم في مصر هي المنوفية، مقبل حضرتك حتى مش طالب فيهم مثقف، هو حضرتك عارف أن معظم عصماء مصر كان محافظة المنوفية. طيب ده كلام جميل، وخلينا ندخل في المشاكل. محافظة المنوفية أهليها بالكامل بيشتكوا وتواصلوا معايا النهاردة وعلى صفحة البرنامج على الفيسبوك، وبيقولوا مفيش منطقة في المحافظة مفيهاش إشغالات، كل الطرق فيها إشغالات، وبيقولوا إن سيادة المحافظ ما بينزلش معاه فرق وقوة ويزيل هذه الإشغالات. حضرتك يمكن الأسبوع اللي فات الإسكان التعديات على الأراضي الزراعية عملنا إشغالات في المحافظة. طبعا انا يوميا كنت يوميا في الشارع. الناس بتقول عفوا سياده المحافظ بيكلموا على اشغالات الشوارع. الشوارع حضرتك انا يعني البن على الارض الزراعيه ده سؤال لسه هساله. طيب حضرتك بالنسبه لاشغالات انا يوميا في الشارع، مقبل حضرتك ده حتى العربيات اللي بتقف يمكن مخالفه، اما بعدي ما بسيبش عربيه تقف مخالفه، مش مجرد اشغال، اشغالات احنا بنحارب الاشغالات من يوم ما جيت. في مناطق صعب جدا حضرتك ان دي قوت ناس واقفه لحد دلوقتي، لازم نشوف لهم اماكن بديله، فبشوف لهم اماكن بديله وعملت لهم اكشاك، فبصدد الانتهاء من هذا الموضوع في خلال شهر. لكن بالنسبه للاشغالات في المحافظه انا يوميا بحارب الاشغالات في المحافظه. فالناس يعني حضرتك بتقول لي ان الناس اللي عاملين اشغالات ودي ارزاقهم انت هتوفر لهم اماكن بديله كل شهر؟ ما لازم حضرتك قبل ما تشيل الناس دي لازم تحط لهم اماكن بديله، فانا دلوقتي بوفر لهم اماكن بديله حتى يتم لهم الانتقال في مكان مناسب. خلال شهر؟ خلال شهر ان شاء الله. دكتور خلال. احمد شيرين فوزي محافظ المنوفيه بيقول لسكان المحافظه ان الاشغالات هتختفي خلال شهر لانه سيوفر اماكن بديله لكل واحد عامل له فرشه في الشارع. عندك اماكن بديله والمحافظه اساسا محدوده زراعيا؟ لا في اماكن محدودة بديله محدوده كمساحه؟ لا طبعا المحافظه مش كمساحه، احنا عندنا البوبيليشن بتاعنا 3.7 مليون، وده يمكن بيتقال عشان هي محافظه طارده للسكان. معظم سكان التعليم حضرتك في القاهره والجيزه واسكندريه بيسيئوا لهم متعلمين يعني. لانها بلد زراعيه يعني، اخصب ارض زراعيه على مستوى مصر هي محافظه المنوفيه. طب دي الاشغالات الطرق، حضرتك عملت ايه بقى بمناسبه الاراضي الزراعيه، البنى على الارض الزراعيه؟ حضرتك التعديات انا جيت لقيت تعديات صارخه يعني. بص عندك احصائيه؟ طبعا دي احصائيه، بس انا حضرتك اسبوعيا عاملين خطه للتخلص من، وكان عندنا مع علي وزير الزراعه الاسبوع اللي فات. اديني النتائج لهذه الخطه. حضرتك احنا بقول لحضرتك احنا يمكن الاسبوع اللي فات خلصنا فوق ال 100 اشغال او تعدي، سوري تعدي في الاراضي الزراعيه. من كم تعدي؟ فوق ال 1000. فوق ال 1000 تعدي. تعدي طبعا. يعني حضرتك انجزت في الست شهور دول 10% من التعدي، بتخش وبتكسر بتهدم البيوت المبنيه على الارض الزراعيه. البيوت مش بيوت بس، هم بيعملوا بعض المصانع، بيعملوا مخازن، وكلها خرسانات بتبور الارض فبنكسرها. وخلي بالك حضرتك طب بعد ما بتمشي بيبنوها تاني؟ في بعض الناس بتعمل كده، بنهدها تاني. تديها تاني؟ يعني حاجه غريبه يعني، تكسر الاعمده يعملوا قمصان ليها، يعملوا اعمده تانيه. يعني طبعا الموضوع ده عايز استمراريه في عمليه القضاء على معك على التعديات. خليني اخد عايز اسال حضرتك عن عمال شركه غزل شبين الكوم اللي احنا كنت معاهم النهارده، ليهم مستحقات ماليه تقدر ب 11 مليون جنيه. هنعوضهم ازاي؟ 11 مليون و200,000. و200,000 حضرتك الموضوع ده مكافأة، اللي مش مرتبات، دي مكافأة اوريدي تم اعتمادها. بس المكافأة دي حق ليهم؟ حق طبعا ليهم. نعم. هي المشكلة ان الشركة دي اتباعت لواحد هندي ورجعت تاني للدولة. وبعدين الهندي كان حصل، انا زرتها ودخلتها النهارده. نعم.
ففي مشاكل طبعا، عمل مشاكل جدا مع يعني معظم الماكينات انا شفتها، انا حاجه منظر كان انا يعني صعب عليا الشركه دي بصراحه. إن الحلول سيبك من انها تصعب عليك، الحلول طبعا مسؤول تنفيذي. طب حضرتك الحلول دلوقتي هم طالبين حوالي 3-4 مطالب وقدمتها للمعالي رئيس الوزراء. اللي هم ايه الاربع مطالب؟ النمره واحد، هم عايزين الشركه الدوله تستلمها، يعني المفروض تستلم. نعم. كان الدوله استلمت لانها كانت مبيعة لمستثمر هندي. تمام. نعم. لا لحد الان ما تعملش جمعيه عموميه وتم استلام الشركه. نعم. ده عايزين تستلم باسرع وقت ممكن، وده اللي هيتم ان شاء الله. نمره اثنين، هم عايزين محجوز على تأميلات حجز على اتوبيسات الشركه، مش عارف في وسائل. نعم. انتقال فك هذا الموضوع، وده قعدت برضه من احد المطالب مع رئيس الوزراء. نمره ثلاثه، توفير احتياجات المصنع من خامات عشان ينتجوا، ما بينتجوش. طب خلينا نشوف فيديو لحضرتك النهارده، احنا صورناه لك وانت في مصنع غزل شبين. اتفضل. انا اوريدي وصلت المذكره امبارح مجلس المحافظين للسيد رئيس الوزراء بكل طلباتكم. المجال المشترك القانوني قاعد معانا وكتب طلباته، يمكن في صوره مش عارف مع مين فيكم من زمايلكم. الصوره اهي للمذكره اللي كتبها رئيس الوزراء، يبقى رعاكم مش عارف تفصيلها ايه. لكل طلباتكم لنقل ملكيه الشركه من المستثمر الهندي الى الدوله وتوفيق اوضاعها طبقا لحكم المحكمه والقرار المشار اليه. ثانيا، توفير الخامات والمستلزمات اللازمة لتشغيل المصنع مع توفير السيولة اللازمة للتشغيل، حيث أن العمال بلا عمل فعلي مما يعرض الماكينات للتلف. ثالثا، التنبيه على التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب على المبيعات لكف يدها عن الشركة ومطالبة المستثمر الهندي بالمديونية الواجبة عليه دون شركة مصر شبين البوم للغزل والنسيج. حضرتك هتعمل كل ده وهتنفذه في قد ايه؟ مش اللي عامله يا فندم، ما انا عارف يعني حكومه. ما انت ممثل لسلطه التنفيذيه. لا حضرتك ده انا اصلا مطالب كبيره قوي. ايوه، دي الحاجات دي او تعهدات يعني انا ارسلتها لمعالي رئيس الوزراء عشان ينفذون هذا الموضوع. طبعا الشركه دي مسؤوله من شركه القبضه، وشركه القبضه ترأسها وزير الاستثمار. انا حاولت النهارده، كان عندهم مجلس وزراء فما عرفش اتصل بقى، كان لهم مشغولين. النهارده بعت لهم المذكره امبارح وهتابعها من يوم السبت لتنفيذها. طبعا حضرتك دي عمال، حقوق عمال، والعمال طبعا ما فيش انتاج، ما فيش حوافز، ما فيش اي، مجرد بياخدوا المرتب بتاعهم طبعا شعارين هم. طيب في عدد من سكان المنوفيه عايزين يتواصلوا مع حضرتك. معايا استاذ عادل من المنوفيه. الو الو، مساء الخير. النور، اهلا بيك، اتفضل استاذ عادل. معانا سياده محافظ المنوفيه دكتور احمد شيرين، لو عايز تساله سؤال. انا بمس على سياده المحافظ. ازيك سياده المحافظ، اخبارك ايه؟ اهلا بيك، اهلا بيك. معاك عادل شعبان الشورى من مركز اشمون محافظه المنوفيه. اهلا بيك يا استاذ عادل. الله يخليك. احنا عندنا بعض المشاكل هنا في مركز اشمون يا سياده المحافظ، واحنا مهمشين خالص، ما حدش بيسال. ايه هي هذه المشاكل يا استاذ عادل؟ المشكله الاولى هي المشكله الام الاولى اللي هي صناعه السجاد. احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، وطبعا مصر بتحتاج في هذه المرحله الى انتاج علشان الاقتصاد المصري، واحنا صناعة السجاد. طيب ايه تاني غير صناعه السجاد؟ موضوع الكهرباء. كهرباء، مش على انقطاع الكهرباء. هنا مشكله يعني ممكن تحصل كارثه بسبب التيار الكهربائي. طيب ايه غير انقطاع الكهرباء؟ غير انقطاع الكهرباء طيب دول مشكلتين رئيسيتين. احنا ما عندناش كهرباء في 23 قريه يا سياده المحافظ من 315. حضرتك مش موضوع كهرباء، انا لسه مكلم وكيل وزاره الكهرباء المحافظ المنوفيه قبل وانا في العربيه وانا جاي لحضرتك. هي المشكله ترشيد الاحمال، في احمال عاليه. قال لي لا، ده في 23 قريه ما عندهاش كهرباء خالص. 23 قريه حضرتك دي محطوطه في الخطه. تمام. خطه ايه؟ خطة العجلة اللي هي 14-15 عند وزارة الكهرباء؟ اللي هي تنفيذي علينا في الخطة العجلة للمحافظة دي هتتم توصيلها. هو المشكلة مش الكهرباء، الكهرباء دي هتخلص السنة دي. المشكلة الصرف الصحي.
انا قلت لحضرتك اول ما قعدت معاك اكبر تحدي في المحافظه الصرف الصحي. لكن الصرف الصحي مغطي كم في الميه من المحافظه؟ بقول لحضرتك هم 44% 44 قريه من 315 قريه وصل لها صرف صحي. حوالي 130 قريه. تتكلم في ايه 20% مثلا؟ يعني 80% من قرى المحافظه لا ما هو الصحي. الباقي في حوالي تلت كمان هيخلص السنه دي. والتلت هيخلص في 16-17. ده اكبر تحدي بالنسبه لي انا عايز اخلصه اللي هو الصرف الصحي، ان اكتر حاجه يعني ادميا المفروض المواطن ما تحرمش بصرف الصحي. طيب اخد استاذ مصطفى سراوية اتفضل. على الرغم من من المنوفيه استاذ مصطفى اتفضل. على الرغم من المنوفيه جالها رؤساء على مدى 40 سنه واعلى نسبه تعليم زي ما حضرتك قلت وفيها علماء وفيها يعني نوابخ كتيره، الا انها ما استفادش على مر السنين اللي فاتت كلها من اي حاجه. تمام. لكن المشكله دلوقتي انا هاخد نموذج وهنقيس عليه كل قرب المايك بس شويه هناخد نموذج ونقيس عليه كل الايه كل المحافظه. مركز اشمون كان في لواء اسمه اللي هو ابو المعطي الدكروري كل دكروري. اشمون تعزه وتحترمه بإيجاز والنبي مصطفى ان شاء الله. جه قعد جه اشتغل في المنوفيه وحول في اشمون وحول اشمون لحد ما خدت احسن مدينه على مستوى الجمهوريه. من بعد ما مشي تراجعت كل الخدمات، ميه غير صالحه للشرب واكيد حضرتك شفتها وتعرفها، صرف صحي، زباله كمامه، خدمات تانيه كتيره طبعا لفساد الجامعات. يعني مركز اشمون بيعاني من كل هذه المشكلات كله ونسب عاليه من الاصابه بالفشل الكلوي والكبد. في نقط تانية حضرتك انا عندي اسئله كتير، عندي حاجات كتيره حتى انا من الصبح في ناس طلبت ان انا اسال حضرتك بايجاز. قول على طول بايجاز كبير قوي. حضرتك دلوقتي في مستشارين، في ناس بتتكلم متحدثين رسميين او مستشارين بيقولوا ان حضرتك عينتهم في اشمون يتحدثوا باسم حضرتك، هل حصل ده فعلا؟ ما حصلش. تمام، علشان هم بيقولوا عندهم كده. دي نقطه كتير كلموني في التليفون يعني ناس بتقول لك ده انا مش شرم محافظ، انا مش همسك الناس تقول أيوة. ايه يعني عفوا سياده المحافظ حضرتك مستشارين معينهم في الست شهور اللي فاتوا؟ مفيش ولا مستشار عينه ولا مستشار. هم بينتموا بيتردد ان في مستشار حضرتك معينه اللي ماسك ملف السياحه وبياخد 8000 جنيه حضرتك زودته ل 14000 ولا زودته مليم. طيب انا هقول لحضرتك مرتبه كما هو ثابت. كما هو ثابت. ده راجل بص حضرتك ده كان امين عام من جهاز مركزي المحاسبات، طلع معاش اول ما جيت جبته مستشار مش سياحه. المشروعات الخاصه عندنا حوالي حاجه و20 مشروع معظمهم خسران، انا جابه مشرف بدات المشروعات تكسب. طب افاد المحافظه بال 8000 اللي بياخدهم؟ جدا. انا ده المفروض ياخد 100000 لو واحد بالمجهود اللي بيعمله ده في اي قطاع خاص كان المفروض ياخد 100000 في الشهر مش 8. طيب بالنسبه لمركز اشمون هتعمل فيه ايه؟ مركز اشمون حضرتك ده مركز اشمون اصل واحد من 11 مركز على مستوى المحافظه بس يقع داخل يعني هو يعتبر اكتر عدد سكان اشمون. برضه مشكلته الصرف الصحي، اكتر حاجه الصرف الصحي. مياه الشرب كان فيها مشكله اللي هي الابار التوزيعيه، كان في مشكله بين وزاره الصحه وبيننا ان العينات سليمه، هم مش معترفين بعينات سليمه، عايزين حكايه ليها شروط خاصه. شروط خاصة أن المساكن زحفت على قرب من هذه الأبار. المهم يعني المفروض بياخدوا بدل العينة سليمة المفروض لحد دلوقتي مش سامحين لنا احنا نستخدمها. لو وزارة الصحة هتسمح لنا نستخدمها هتحل مشكلة مياه الشرب، واعتقد الكلام طيب ده بصدد حله. أعرض لي السجاد يا أكرم علشان الشباب اللي بيتكلموا عنه. ليش احنا فرصه ان احنا نعمل مصنع للحرير هنا او لانتاج الحرير او ما كانش عندنا؟ المفروض الدوله توفر مساحه كبيره تزرعها شجر التوت وتجيب الشرانق بتاعه دوده الاز تربيها وتطلع. لما تعمل كده تكلفه الكيلو حرير النهارده اللي بنستورده من الصين تقريبا 500 جنيه. طيب احنا عارفين ان احنا عندنا دولتين مشهورين في العالم بالتصدير او صناعه السجاد، ايران وتركيا. ايران واخده شهره كبيره عالميا وانتاجها متميز جدا. احنا في مصر نفس الجوده بس احنا عندنا حاجه اكتر منهم. احنا عندنا صباغه السجاد حاجه ممتازه جدا، وصلنا لمرحله ممتازه من الصباغه بحيث ان السجاده دي ممكن تقدر تغسلها بالميه. ما احنا كده نقدر نصدر لدول العالم وكميات كبيره. ما هو كميات كبيره عايزه نظام الدوله تعمله. واحد ايه بقى؟ واحد تصميمات جديده اللي تواكب الذوق العالمي. نعم. نمره 2 رقابة على الجودة عشان نبقى مش أقل جودة من أي دولة بتصدر. نعم. لأن أي دولة بتيجي تستورد مني بتبقى حاطة شروط ومواصفات ومقاييس.
عندنا مشكله في التشطيب في مصر على مستوى الجمهوريه، اللي هو التفنيش الفينش، الفينش النهائي بتاع السجاده بعد ما بتخلص من عنول، عندنا مشكله كبيره جدا فيها. ما عندناش مكان متخصص يطلع السجاده الفينش اللي بتفنشه ايران، اللي بتفنشه تركيا. ليه عايزين الدوله تدعم حاجه زي دي وتعمل مركز تشطيب هنا في البلد؟ بس عندنا مشكله كهرباء ضعيفه، ما تقدرش تشغل الماكينات اللي بتغسل السجاده في القريه هنا في القريه. نمره 2 الغسيل ده بيبقى بمواد كيماويه، صابون وصوديوم وحاجات من دي. المفروض ان لها صرف صحي، ما عندناش صرف صحي، اشتغلوا في جزء منه في البلد وسابوه، ما كملوش من قبل الثوره، ما كملوش. فدي مشكله. هتعمل ايه علشان نطور صناعه السجاد؟ الناس شغاله 33,000 ناس، ما طالبين منك حاجتين، صرف صحي لهذه القريه يعني المفروض يتحط في اولويات حضرتك، والكهرباء ما تنقطعش. حضرتك القريه بالكامل منتج، حضرتك دي قريه سائد ابو شقره، الانتاج بتاعهم اللي كان سجات الحرير او سجات الصوف من احسن منتجات العالم. ما هم ده عمل اللي عليهم. ايوه دور السلطه التنفيذيه. هم جم قابلوني كذا مره وكانوا عايزين يعملوا لنفسهم جمعيه اهليه، عملتها لهم حتى بتاع ده، دفعت لهم مش هقول يعني الفلوس كلها دفعتها لهم. اقترحت عليهم ان انا ادي لهم قريه نموذجيه بصرف صحي يتنقلوا في السادات. احنا قلنا ما ينفعش يتنقلوا، ما اقول يعني ما ما اقول كل واحد قاعد في بيت، ما انا عارف مشكله المصري كده، عايز قاعد بيته مش عايز يتحرك. عايزين عايز كنت عايز اعمل لهم قريه عباره عن صناعيه في مدينه السادات نموذجيه، في معظمها موافق والباقي ما وافقش، مش عايزين نتنقل. طب هل ده يعني برضو ده كان حل من الحلول؟ ده حل من الحلول، لكن حكايه الصرف الصحي ده احنا قايمين بيه. انا قلت لحضرتك يمكن هيخلص في خطه 15-16 يعني كمان سنتين. والكهرباء اللي بتنقطع، الكهرباء بتنقطع ده ترشيد احمال، وانا لسه بقول لحضرتك قبل ما بس دي قريه منتجه يعني ما ينفعش تقطع عنها الكهرباء، بتدخل لك فلوس. اوكي بس هو اصل انقطاع الكهرباء يعني زي الناس ما بتروج يعني ساعات بتقطع ساعه مش اكتر من كده بالليل مش خلال النهار، أخبر حضرتك ده ترشيد احمال وده ما يدروش. انا يعني حاولت اتحكم في هذا الموضوع ما قدرتش. طيب. لازم يحصل ترشيد احمال. طيب بالنسبه للكهرباء الصرف الصحي هيدخل خلال سنتين، والكهرباء انت بتقول ده ترشيد احمال ما اقدرش اعمل فيه حاجه. اقدرش اعمل فيه حاجه. النهارده مدرسه ابراهيم حموده بقوسنا منحت 7 طلاب اجازه بسبب اصابتهم بالغده النكافيه. كم حاله في المحافظه تقريبا؟ هم من 7 هم 10 10 في مدرسه منحت في قوسنا و7 في اشمون ومنوف والبجور. هتعمل ايه معاهم؟ واخبارك هم اوريدي خدوا اسبوع اجازه. انا كلمت وكيل وزاره الصحه قبل ما اجي لحضرتك. قاعدين خدوا اسبوع اجازه وخدوا علاج عشان ده معدي وده نتيجه تغير في الجو، لكن سيطروا عليها. وكل مش هتقفل فصول او مدارس؟ لا 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 مش هتقفل حاجه خالص. هم 17 واحد على مستوى المحافظه زي ما قلت لحضرتك، كلهم خدوا اجازه اسبوع وتم اعطائهم الادويه وقاعدين يتعالجوا في البيت ومش هي مش هي مش هيرجعوا مدرسه قبل اسبوع ان شاء الله. وتم التحكم فيهم يعني السيطره عليهم ومفيش مشكله خالص. دكتور احمد شيرين فوزي محافظ المنوفيه، بشكر حضرتك على وجودك معنا النهارده وتواصلك مع المواطنين وردود حضرتك عليهم. انا متشكر جدا، اشكرك واتمنى تتكرر. متشكرين يا فندم. السؤال الاول خلص وندخل على السؤال الثاني. السؤال الثاني من الأسئلة المهمة اللي لازم نجاوب عليها، هل نسمح أو نوافق على تجسيد الأنبياء في الأعمال الفنية، سينما مسرح والكلام ده؟ هل حضرتك توافق على كده؟ احنا بنسير القضية دي النهاردة لأن في فيلم اسمه نوح انتجته إحدى الشركات الأمريكية، والأزهر طلع بيان بيرفض فيه تماما فكرة تجسيد الأنبياء في أي أعمال فنية، وده أثار جدل. يعني يكفي أن أنا أقول لحضراتكم مثلا امبارح لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة عقدوا اجتماع ورفضوا بالإجماع قرار الأزهر الشريف. أيضا انضمت لجنة المسرح للجنة السينما ورفضوا هذا القرار. هل الكورة رفضوا أي قيد على الإبداع؟ السؤال بقى، هل دي إحنا أمام كرة تلج هتكبر ونوصل لمرحلة نقول لا يا أزهر أنت ملكش أي سلطة على أي عمل إبداعي؟ خليني أخد الأول مداخلة من دكتور عبد الله النجار، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية سابقا، تعليقا على هذا الموضوع. دكتور عبد الله مساء الخير. موجود
اهلا بالمشاهدين. اهلا بحضرتك. تعليق حضرتك او بمعنى ادق، هل توافق على ان الازهر يضع قيدا على الابداع ويرفض تجسيد الانبياء في اي اعمال فنيه؟ اولا الازهر لم يضع قيدا على الابداع، فالازهر مع الابداع المنضبط بضوابط الابداع المعترف بها والمقرره. ولكننا ضد فكرة تجسيد الأنبياء من أساسها، لأن تجسيد الأنبياء بيمثل لعب خطير في منابع الوحي الأولى. نعم. نحن لا نمنع أن تمثل بعض الجوانب الأخلاقية والجوانب الدينية التي ترشد مسيرة الحياة بالعمل الدرامي، لكن أن يصل العمل الدرامي إلى منابع الوحي ويمثل شخصيات الأنبياء بما يتنزل عليهم من وحي السماء باللغة الدرامية، اللغة الدرامية لا تصلح للعمل في هذه المنطقة، لا تصلح. طيب عفوا عفوا دكتور، عفوا دكتور عبد الله، أي فتوى بتطلع يجب أن تستند على أدلة، فلا يوجد نص قرآني ولا يوجد حديث نبوي بيرفض هذه الفكرة، يعني على أي أساس ديني؟ نصوص التحريم موجودة وقائمة، ولا يلزم أن يكون الدليل قد سيق نصا لتحريم هذه المسألة، وهم الحقيقة الذين يعني يدعون ذلك أو يرددون ذلك هم لا يعنيهم أن يجد دليل أو لا يجد دليل، هم ينظرون إلى قضية الحرية التعبير وحرية الإعلام وغير ذلك، ولكن حرية الإعلام كما هو معروف منضبطة في كل مكان في العالم بألا تمس قيم السماء وألا ده قيم الإعلام. أنا بتكلم على قيم الإبداع، يعني فيلم نوح بيعرض الآن في أمريكا، وابن الرب بيعرض حاليا في أمريكا، يعني يعرض. شوف أقول لحضرتك حاجة، مهمة الأزهر ورجال الدين وعلماء الدين أن يبينوا للناس ما يرونه صوابا، ومهمتهم أو أداء الأمانة بالنسبة لهم يقف عند هذا الحد. نحن نرى أن تناول حياة الأنبياء بالعمل الدرامي أو باللغة الدرامية فيه إفساد لمنابع الوحي الأولى، ومع مرور الأيام يمكن أن يفسد الأديان على الناس ويتركهم للهوى وللشيطان. طيب دكتور عبد الله النجار، معايا على التليفون المخرج الدكتور مجدي أحمد علي، وهو سمع كلام حضرتك وعاوز يعلق. مساء الخير دكتور مجدي. مساء الخير يا فندم. تعليق حضرتك على ما قاله الدكتور عبد الله النجار، وأيضا على رفض الأزهر لفكرة تجسيد الأنبياء في أي أعمال فنية. أنا الحقيقة طلعت قبل كده مع الدكتور نجار ومستغرب لموقفه، وحاسس إن هو نفسه مش مقتنع بالكلام اللي هو بيقوله، لأنه هو دايما بيتكلم على وجود دلائل، لكن لا يمكن، ما قالش أبدا ولا مرة إيه الدلائل ديت اللي هو مستند عليها، وإنما هو مجرد رأي فقهي ورأي قالوه بعض المتشددين اللي متشككين. وأنا مش قادر أفهم منين جت فكرة أن مجرد التجسيد معناه إهانة لمنابع الوحي، يعني الفكرة دي جات له منين أصلا؟ هذا مجرد رأي ومجرد وسيلة للتعبير ووسيلة للرؤية. أنا أرى ولا أفرض على الناس رأيا ولا أفرض على الناس رؤية، من أراد أن يتعامل مع هذه الرؤية يتعامل، من أراد أن يرفض فلا يذهب إلى السينما أو لا يرى التلفزيون. هذا هو منطق السماوات المفتوحة ومنطق مواجهة الفكر بالفكر. أما الكلام اللي بيقوله الدكتور فهو كلام، أنا آسف أقوله، مش صحيح. إحنا مش بنقول الأزهر لا يقول مجرد رأي، ولكنه تجاوز الرأي إلى طلب المصادرة وطلب المنع وأرسل خطابات بهذا المعنى إلى وزارتي الإعلام والصحافة. طب خلينا نسمع رأي دكتور مطالبهم عبد الله. مطالبهم بالمنع. حاضر. مطالبهم بالمنع. حاضر دكتور مجدي. أستاذ مجدي خليك معانا واسمع وجهة نظر دكتور عبد الله النجار. أولا أنا بعتب على الأستاذ مجدي إنه هو نسب إلي أني غير مقتنع بما أقول، وأنا عيب أن يقال عني هذا الكلام. هو يعلم أن ذلك رأيي وأنني من أشد المتمسكين به، لأن المسألة مسألة خطيرة. هو بيبحث عن الـ يا سيدي، وحي السماء يعتبر أمانة في يد العلماء، والله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا كان الأستاذ مجدي وغيره حريصون على أنهم يحفظوا الخط الدرامي وأن يحفظوا التراث الدرامي والنشاط الدرامي،
فلماذا يعتب على علماء الأزهر أن يتمسكوا بحقهم في إبلاغ ما يرونه صحيحا من دين الله في مسألة من المسائل التي تبس الناس أو التي يراها الناس؟ ولماذا يبتعدون من رأي الأزهر إلى هذا الحد ويحاولون تفسيره وإدخاله في متاهات أنه يقف ضد حرية التعبير وأنه يعود بنا إلى الوراء؟ يا سيدي المسألة لا تحتمل كل هذا. المسألة إحنا بنقول أن تناول حياة الأنبياء والمرسلين حرام، وقلنا إن ذلك حرام، مثلوا أعرضوه، عرض من قبل، عرضت أعمال تمس الأنبياء من قبل، الرأي هو الرأي والرأي لن يتغير ولم يتغير. فكل انهم شايفين ان في هذا، طب دكتور عبد الله النجار، او ان ده رجعيه او ما الى ذلك، لهم ما يشاءون، وذلك لا يمنع ان يقول الازهر كلمته، وانا شخصيا اقول كلمتي في هذا الموضوع، وهو انه لا يجوز، بل ارى انه حرام حرام حرام. طب دكتور عبد الله النجار، من سنتين عرض مسلسل يوسف مسلسل سيدنا يوسف، وملايين المصريين شافوه واعجبوا بيه، وما مسش حاجه من عقيده المسلمين والمسيحيين. يا سيدي اذا كان مسلسل لم يمس، فان الاباحه المطلقه لن تعصم ما ياتي من المساس، واول الغيث قطره كما يقولون. نحن نريد ان نبتعد بهذه المنطقه عن عبث اللغه الدراميه. اللغه الدراميه لها خصائص يعلمها الاستاذ مجدي، وهي انها تقوم على الخيال، تقوم على مخاطبة الغرائز لقصد. طب هل الحساسية انه هو انتاج شركة امريكية دكتور عبد الله؟ نعم. هل حساسية الازهر انه انتاج من شركة امريكية؟ ولو يا سيدي لو قام بهذا العمل مش شركة امريكية، مجموعة من لو قام به شيوخ يقولوا انه حرام. نعم. العمل حرام، انتج في امريكا، انتج في ايران، انتج في مصر. الرأي هو الرأي، لأن احنا نريد أن نحفظ هذه المنطقة من عبث اللغة الدرامية بها، مع ما تحتويه من المبالغة، من الإثارة، من الخيال، من انتقاء أفكار معينة تحقق هدف المخرج أو رأيك واضح جدا دكتور. هذه مسألة خطيرة. دكتور عبد الله النجار، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، رأي حضرتك واضح ومباشر. هرجع للدكتور مجدي أحمد علي. طب دكتور مجدي، ما تيجي نفكر بشكل تاني، ايه اللي يمنع ان جزء من حضراتكم كمبدعين تلتقوا بشيوخ الازهر وتشرحوا لهم تصوراتكم او رؤيتكم؟ يا استاذ خير، الازهر رافض مجرد مشاهدة الفيلم. الازهر رافض المبدأ، ويرى ان ان تمسكه نوع من انواع الايمان الشديد بالرأي وبالتحريم. الدكتور عبد الله بيقول نحن مع ابداء الراي، والازهر لا يبدي رايا، الازهر يصدر فتوى ويحرم ويؤثم لمجرد مشاهده الفيلم، يعتبروه اثم. هذا ليس رايا، هذا، ما انا مش عايز اقول كلام سخيف، لكن هذا استغلال لمقام الازهر الشريف في التاثير على الناس اللي هم ثلاث ارباعهم، يعني 60% منهم اميين وبيحترموا الازهر وبيصدقوا اي كلام يقولوه. هذا ليس مجرد راي، ولو راي نحطه على راسنا. البابا الكاثوليكي ما حبش فيلم عن المسيح، فكل ما فعله انه نصح المؤمنين بافكاره الا يذهبوا الى الفيلم، لكن لم يلجا الى سلاح المصادره ولم يلجا الى صراع المنع. والدكتور قال في كلامه مع حضرتك دلوقتي 100 مره كلمه نحن، باعتباره انه الوصي على الشعب، باعتباره ان الله هو الوصي على افكارهم، وهو اللي هيفهمهم الصح وهو اللي هيفهمهم الغلط، وهذا غير موجود في الاسلام. الوصاية على افكار الناس، الاسلام بين والحقيقة واضحة. وانا رأيي ان احنا ان الافلام، وخاصة الافلام المحترمة التي هي بتأدي رسالة شديدة السمو، مفيدة للدين اكتر من الجمود واكثر من استمرار المنع اللي من نعم سنة. نعم دكتور مجدي، العالم الحديث دكتور خير، العالم الحديث عالم مفتوح، ولا يمكن مقاومه الافكار بمجرد نعم وجود الانترنت والسموات المفتوحه. نعم دكتور مجدي، انت ما تقدرش تمنع وتعتبر ان ده ثبات على المبدا. نعم. هذا ثبات على الجمود، هذا ثبات على مقاومة التأثير. أنا قلت له أنت لما بتتكلم في الدين غير الشيخ شعراوي. نعم. غير أي واحد تاني، كل واحد مجالات تأثيره. أنا بشكر حضرتك المخرج الدكتور مجدي أحمد علي، وتظل مسألة شائكة الدخول في هذه المنطقة، لكن احنا حبينا نعرض وجهتي نظر. وارجع لضيوف الاستوديو، أخد فادي فارس، إيه رأيك فادي؟ أهلا بحضرتك يا فندم.
أولا بشكل مبدئي أنا وافق على تجسيد الأنبياء في الأفلام، ولكن عندي بعض التحفظات. يعني ما ينفعش إن أنا أشوف الممثل اللي هو قايم بدور نبي عظيم في فيلم أشوفه في عمل درامي أو عمل سينمائي. لا آخر. أنت متوافق على التجسيد ولا لا توافق؟ لا وافق. وافق؟ آه. طيب أخد أحمد عادل. أحمد. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء النور. انا طبعا لا اوافق على التجسيد الانبياء، لان ده اصلا يعني مختلف تماما مع الشعب المصري. يعني الشعب المصري لما بيتفرج على المسلسل او على الفيلم زي مسلسل سيدنا يوسف، لما بيشوف الممثل ده في اي مكان تاني بيقولوا سيدنا يوسف اهو، مش بيقولوا الممثل، بيقولوا سيدنا يوسف. يعني ده حرام. اللي بيقولوا مش عايزين نبالغ، بيقولوا ده اللي عامل دور سيدنا يوسف. لا، الاطفال الصغيرين او مرحله الاطفال المتوسطه مش متفاهمين ان ده ممثل. هو ما بيقولوا سيدنا يوسف، ما بيقولوش الممثل. خلاص ناخد قاعده ان هذا الممثل ما يمثلش تاني. يعني هرجع لكم تاني، بس على التجسيد اصلا لازم اطلع فاصل. اكرم فاروق على دماغي، اطلع اكرم خلاص. مصر غرقانة في شبر مية، شوية مطر عملوا في البلد عمايل، بيوت بتقع، مطارات سقفها بينهار، أراضي غرقت في أسيوط، طرق اتدمرت تماما بين الغرداء والسويس. الوادي الجديد عاش أسوأ أيامه بسبب السيول. طب وبعدين؟ مصر اللي بتغرق في المطر مع كل شوية شتاء، كل سنة حاطين إيدينا على قلوبنا، قال إيه خايفين من شوية شتاء يغرقوا البلد؟ يا أخي ده حتى المناطق الراقية بقت بتغرق في الطين والمطر. بقينا بنشوف المهندسين ومصر الجديدة غرقانين مية ومفيش بلعات، بس ما علينا طالما الأمور بعيدة عن الكوارث. لكن الكوارث حصلت فعلا بسبب السيول في أسيوط والوادي الجديد وسوهاج والبحر الأحمر. هنحاول طبعا نعرف أسباب غرق مصر في شبر مية كل سنة. لازم نعرف ولازم نجاوب على السؤال اللي عرفني بقاله كتير، لماذا تغرق مصر في شبر مية؟ ده السؤال الثالث في حلقتنا النهاردة، وبيشرفني في الاستوديو الأستاذ الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة. مساء الخير دكتور. مساء الخير يا أستاذ محمد. قول لي، هو مصر ليه بتغرق في شبر مية؟ لأنه الاستعدادات اللي يعني نفسنا مرة يجي الحدث يلاقينا مستعدين له. دايما رد فعل، دايما تحصل الكارثة وبعدين نبدأ نتحرك بعدها. المرة دي الأرصاد الجوية بصراحة عملت اللي عليها. من قبلها بخمس أيام نشرت على كل مواقعها تراكم السحب المنخفضة اللي هي الممطرة وكمياتها، وحددت كمان انه هيبدا يوم الاحد والاثنين سقوط السيول، وحددت على اسيوط وسوهاج وقنا والاقصر واسوان، دي محافظات احنا بنعتبرها السيول. ويمكن معانا كمان هنا الحومديه واطفيح والصف في الجيزه بتحصل فيها، وبعدين محافظات الصعيد المناطق اللي فوق منها جبال، لانه لما السيل بينزل او المطر بكميه كبيره ينزل على جبل، فالمنحدر بتاع الجبل يخليه يكتسب سرعه فيديله قوه تدميريه، فيبدا يشيل زي ما شفنا البيوت اللي في سيناء او اللي في الغردقه وطريق البحر الاحمر بالكامل، لان حتى تجهيزات الطرق دي رغم انها مناطق سيول ما كانتش مطابقه للمواصفات. بس حضرتك كاستاذ موارد مائيه وري وعالم في هذا المجال، مش مفروض في مخرات لهذه السيول؟ نعم، المخر السيول ده برضه عشان حضرتك تبقى عارف انه بيبقى دايما في المنطقه اللي بيجي منها السيل اللي احنا متعودين عليه، اللي دايما جنب مثلا في الجبل الغربي في اسيوط في المنطقه الشرقيه في الاقصر، دي بيبقى عباره عن خندق كده ببساطه، يعني تنزل الميه من على الجبل تنزل جوه الخندق، الخندق متوصل بمواسير او بفتحات من تحت التربه يصرف على النيل، فهنا يمنع انه السيل بدل ما يجي بسرعته لا ينزل ويصرف على النيل فما يضرش القريه. ايه اللي بيحصل بقى او ايه اللي حصل؟ احترازيا احنا كمان لو الارصاد قالت لنا انه السيل جاي قوي بنبدا نعمل سدود ترابيه بعد المخر، نعمل سدود زجزاجيه يعني سد كده يبقى السد اللي وراه
مش وراه بالظبط كده والسد اللي وراه كده علشان الميه تمشي كده وكده وكده، فابطأ سرعتها على بال ما تيجي تدخل على بيوت البلد تبقى ملهاش اضرار، او اكون انا استوعبت الجزء الاكبر خزنته ورا السدود كمان عشان استفيد بيه بعد كده في الري، زي في سينا مثلا سد الروافعه وعندنا 17 سد معمول سدود ترابيه في سينا مثلا. السيل لما بيمر من السنه للسنه واحنا جونا عفره واغلب ويجي عليه الخمسين اغلبه بيتردم، فما بيجي الارصاد تقول في سيل جاي بعد خمس ايام، هنا بقى دور الدولة لازم على طول الكركات تروح، المهندسين تروح تنظف السيل تسلك. طب هيئة الأرصاد بعتت التقرير ده للحكومة؟ نعم. مين الوزارات المسؤولة عن ده؟ نسمي مع بعض الري؟ تبعته لمكتب رئيس الوزارة، هو يبعته بقى لوزارة الري أولا، وزارة الزراعة ثانيا، وبعدين الحكم المحلي علشان المحافظين، يعني في ثلاث وزارات مشتبكين في هذا الملف. دول أساسا، وبعدين يجي وراهم الشؤون الاجتماعية والتموين، دول لازم يبقوا ستاند باي ليه علشان لما تحصل الكارثه الناس مثلا في 200 بيت في البداري لوحدها في اسيوط وقعوا، الناس دول وولادهم هيباتوا في الطل، البيوت وقعت خلاص ومقولهم راح وكل حاجه، فلازم هنا وزاره الشؤون تروح بقى بالخيام والبطاطين عشان الناس دي تبقى خيام ايواء يقعدوا فيها لغايه لما يدبروا احوالهم ايه. بس عايز اقول ان المشكله دي بتحصل بقالها عشرات السنين، وزير الري مش اول ما يجي يقعد على مكتبه لازم يكون مستعد لحاجه زي كده؟ والله انا زعلت منه لانه يوم السيل الصبح اعلن ان هو مسافر اوغندا عشان يفتتح اربع ابار مصر عملها في اوغندا لميه الشرب. موضوع زي ده كان يمكن تاجيله لمده اسبوع، مش هيحصل حاجه، ده مجرد افتتاح لابار مش مباحثات. احنا خلينا نزعل معاك ونشاركك الزعل ايضا، لانه مفروض انه كان اجله، وبعدين كان هو يكون وقواته هناك اول ناس رايحين عشان يسلكوا مخرات السيول، لان دي تبع مخرات السيول تبع وزاره الري، فلازم هي اللي بكركاتها بأدواتها تسلك المخرات وتبدأ تعمل السدود، وبالتالي تقول أنا أمنت، تعالى بقى يا سيل أنا جاهز، أنا جاهز. إنما للأسف لا هو راح ولا الرجالة وسابوا المحافظ لوحده. المحافظة دايما إمكانياتها ضعيفة، محافظ أسيوط أنا شفته في البرامج بيقول أنا عملت اللي عليا بس أنا ما قدرتش أعمل حاجة أكتر من كده. طب خلينا نسمع حسام من أسيوط من البداري. نعم. اللي تعرضت لهذه الكارثة. مساء الخير أستاذ حسام. عليكم سلام ورحمة الله، قول لي إيه اللي حصل عندك في البداري في أسيوط؟ طبعا السيول غمرت القرية، طبعا نتجت عن السدود الفاشلة اللي اتعملت اللي عملتها الحكومة. السدود دي انهارت، ثلاث سدود انهاروا ما استوعبوش الموية الكافية اللي جاية. اتبنوا إمتى يا حسام؟ اتبنت إمتى السدود دي؟ السدود اتبنت بعد 94، بعد سيل 94. يعني بقى لها 20 سنة فقط. ايوه بعد سيل 94. طبعا السدود دي ما طبعا سدود ضعيفه، دنت بطريقه عشوائيه غمرت القريه، المياه يعني غمرت القريه، مياه شديده خالص هلكت الزرع وهلكت البيوت فعلا، يعني اضرار شديده خالص. وللاسف الشديد برضو المحافظ ما زارش القريه المنكوبه الوحيده، يعني القريه اللي في مقر السيول ما زارهاش المحافظ، لا لو ولا وزير الزراعه، وزير الزراعة والسيد المحافظ على الخط السريع يبصوا على القرية ويمشوا، ادي اللي قدروا يعملوه. فاحنا نطالب السيد المحافظ عمل سرعة مبطنة بالأحجار لاستقبال السيول، يا ريت يقوم بيها ويعملها، يقوم برصف الأسفلتات اللي باظت دي وخربت وهلكت نتيجة للتصميم العشوائي وما فيش مواسير داخل الأسفلتات دي لاستيعاب المياه. طب انتوا عملتوا ايه لما المحافظ عدى بالعربية المرسيدس وسابكم وطلع البتاع والوزير بتقول عدى كمان؟ عملتوا ايه؟ والله للأسف الشديد ناس القرية طلعت بالفعل فعلا، كانت فعلا عاوزة تعمل مشاكل مع سيادة المحافظ، فالناس أهل الخير يعني اعترضت الناس دي وقالوا خلاص خليه هو يمشي بعربيته، مشي بعربيته، وإحنا فضلنا عاد نعاني لحد الآن عن عاني من مياه في قرية في عزبة الحاج أحمد بالذات، داخل عزبة الحاج أحمد المياه لحد الآن عن عاني منها. خسائركم قد إيه يا حسام؟ خسائركم الخسائر كتير، الارض الزراعيه هلكت كلها، يعني قرابه يعني ما يقرب من يمكن 35 يمكن 1000 فدان ولا 25000 فدان. انتوا حاسين ان انتوا مظلومين يا حسام؟ حاسين اننا مظلومين فعلا، ان طب ما انت بكره صلاه الجمعه ودعوه المظلوم لا ترد.
لا ان شاء الله، ان شاء الله احنا كلنا فعلا يعني. ويا ريت في مشكله ثانيه، يا ريت من السيد المشير عبد الفتاح السيسي، يا ريت. سيبك من المشير عبد الفتاح السيسي، الحكومه. بشكرك حسام، وخلينا نروح للاستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه. مساء الخير استاذ وحيد. اهلا، مساء الخير يا استاذ محمد. اكيد حسام البداري مش هيصلوا بكره الجمعه ويدعو دعاء المظلوم عليكم، لان انتوا اكيد بلغتوا مجلس الوزراء، صح؟ بلغنا الدنيا كلها والله يا ريس. بلغتوا الدنيا كلها؟ اشهد لك، اشهد لك. لان في سيول قادمه في الطريق. نعم. من يوم الخميس اللي فات. قبل نزول السيول بقد ايه؟ بكام يوم؟ ب 72 ساعة. بثلاث ايام. ثلاث ايام بلغنا طبعا من خلال وسائل الاعلام المقروء والمسموع والمرئي، ومن خلال شبكة التواصل الاجتماعي، وبعثنا لبعض الجهات اللي بتتعامل رسميا مع الهيئة، يعني ما قصرناش والله. بس بعض المحافظين بيقولوا السيول جات لنا فجأة. لا لا لا، مفيش حاجة اسمها فجأة حضرتك، وحتى ده احنا بنبعت قبل السيزون نفسه يمكن حوالي بشهر تقريبا، بنقول يا جماعه ان مثلا خلال فصل الخريف او الشتاء المحافظات بتاعتكم مؤهله لحدوث السيول فيها، ابتدوا استعدوا. يعني اذا كان في مثلا مخرات الاهالي. بس انا هعمل ايه؟ يعني هسيب بيتي؟ انا غلبانه وحيد. نعم. انا بشكر حضرتك ان انت وضحت لنا واثبتت لنا ان انتوا بلغتوا. طب قبل ما انهي معاك، في سيول قادمه في الطريق؟ لا 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 لا، هو بس في يوم الاحد في ارتفاع ملحوظ جامد قوي في الحراره مؤقت، وفي عاصفه رمليه الاحد القادم. يبقى خبر للساده المشاهدين، المتحدث الرسمي باسم هيئه الارصاد الجويه بيقول لك الاحد القادم في ارتفاع كبير في درجه الحراره وفي عاصفه ترابيه. هرجع لضيف في الاستوديو الاستاذ الدكتور نادر نور الدين، استاذ الموارد المائيه والري بجامعه القاهره. قول لي نقول ايه للحكومه؟ هقول لك ايه بس يعني علشان نحتاط لمثل هذه السيول، الحلول يعني عشان نكون ايجابيين. يعني انا كمواطن عادي واستاذ جامعه، انا دخلت سقطت الخرايط اللي الدكتور وحيد وفريد الارصاد الجويه حطوها، بتبين تراكم السحب المنخفضه وحجمها قد ايه، وتوقعت سيول عارمه. وانا عارف ان هو في الحالات زي دي بيبعت على طول فورا الى مجلس الوزراء والى الساده المحافظين وبيقول لهم خلي بالكم المره دي فعلا قبلها باربع ايام كمان مش بثلاثه، بلغوا فعلا كل هذه الجهات. انا بعمل ايه؟ زي ما قال ابننا اللي اتكلم من اسيوط، انه الـ 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 السدود اللي معموله من سنه 94 بقى لها 20 سنه، دي كل سنه احنا المفروض بقويها. المره دي لما اتحذرت قبلها باربع ايام ثلاث ايام على طول لازم تطلع الكركات تعلي هذه السدود وتقويها كلها، بحيث زي ما هو قال ان اول ما تيجي الميه تاخدها في سكتها وتمشي. طب نسمع مهندس مجدي سليم سكرتير عام محافظه اسيوط. مساء الخير مهندس مجدي. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا. عديتوا على البداري بالعربيه وسبتوا الناس كده، ما عملتوش اي حاجه ليهم؟ مين اللي نقل لحضرتك هذا الخبر يا استاذ؟ الناس بتشتكي وبتقول كده، حضرتك معاك الهوا ورد. طيب الاول انا يعني ببلغ التحية لكل اهالي اسيوط، وبقول انه من لحظة حدوث الحدث واحنا متواجدين على ارض الواقع، احنا يوميا بنمشي من البداري الساعة 3 صباحا. حضرتك دلوقتي بتكلمني وانا حاليا النهاردة راجع مخصوص من البداري علشان ارتب لصرف الاعانات اللي بيتم صرفها. طب المحافظ كان فين؟ المحافظ حضرتك موجود من يوم الاحد يوميا مع الناس لغايه الساعه 2 صباحا. راح لهم البداري وقعد معاهم؟ نعم يا فندم. راح لهم البداري وقعد معاهم؟ راح البداري مكان واقدر اولا انا ابن البداري. واخد بال حضرتك؟ والسيد المحافظ موجود معانا من اول يوم في عزبة سالب، في وادي الشيح، في الهمامية، في النواوي. طيب هيئة الارصاد بلغتكم يا باش مهندس؟ صحيح بلغتنا يا فندم. طيب ليه ما عملتوش اجراءات احترازية كانت تقلل من اولا الاجراءات الاحترازية ما بتتعملش قبل الحدث بيومين وبثلاثة. ما انت عارف كل سنة ان في سيول بتتعمل. اديني فرصة بس حضرتك، اديني بتسأل السؤال واديني فرصة اجاوب. الاجراءات الاحترازية معمولة باحسن صورة ممكنة، لكن الاحداث الطبيعية صعب جدا انك انت تتوقعها يعني زي ما بتحصل. يعني احنا عندنا في البداري مش بس هي اللي نزلت عليها امطار،
نزلت البدائل نزلت على البدالي ونزلت في بعض المراكز. المراكز اللي نزلت فيها في الاماكن المتوقعه نزلت في مخارات السيول اللي معموله. احنا حضرتك في البدائل عاملين اكتر من حاجه، عاملين المصدات وعاملين مخارات السيول، عاملين سدود الاعاقه بارتفاع يتجاوز 12 متر، ثلاث سدود متتاليه في المخارات اللي سبق قبل كده في سيول 94 و99 واللي في الاماكن المتوقع النزول فيها. كون انها نزلت في مكان جديد ما نزلش قبل كده في سيول وكان هو مرتفع اللي هو وادي الشيح واخبال حضرتك، ونزلت المية بكمية تفوق توقع اي حد، ده اللي عمل نوع من كثافة المية. انا بشكرك مهندس مجد سليم سكرتير عام محافظة اسيوط، وهرجع لضيفي في الاستوديو دكتور نادر. قول لي ما هي الخطوات اللي لازم ناخدها حتى لا تتكرر هذه المأساة؟ يعني زي ما بقول لحضرتك 3 ايام 4 ايام دول كانوا كفايه قوي ان انا اقوي السدود واعليها، ان انا افتح مخرات السيول واتاكد انها سالكه. طبعا مفيش اي مسؤول بيغلط نفسه ويقول انا ما عملتش، لازم يقول انا عملت بس السيل جالي من مكان تاني. السيل ملوش مكان تاني، هو طريق واحد بيجي منه في كل السنين اللي فاتت. ولو شفنا سيل 94 و99 هتلاقيها في نفس هذه القرى، وتبدا دايما بالبداري وتبدا تكمل على كل سيبك القرى. من المسؤولين، انا عايز خطوات عمليه من عالم في الري واستاذ موارد مائيه. زي ما قلت لحضرتك الاجراءات الاحترازيه، ببدا الاول بالمرور على كل مخرات السيول وتسليكها واجربها واصرف عليها ميه عشان تبقى العمليه ماشيه. ابدا بعمل السدود اللي بره البلد، ثم ابدا اعمل السدود اللي جوه البلد عشان ابني الحقول. انا عندي 3000 فدان طاروا، ال 3000 فدان دول يعني منهم 70% منهم مزروعين قمح. يعني شوف انا مثلا يبقى طار مني حوالي 2100 فدان قمح، كل فدان كان بيجيب لي 2.5 طن. دي برضو خساره على البلد، في نفس الوقت خساره على الفلاح ان هو كان بيستعد انه هيبيع القمح ده ب 8000 جنيه راحوا عليه. وفي نفس الوقت اللي فيه السيل وبدات تتقال ان الاراضي الزراعيه بتتدمر، نلاقي مثلا وزير الزراعه رايح يمر في البحيره وامبارح في الشرقيه والنهارده مش عارف في المنوفيه. الله يا اخوانا، ده السيل هناك في عند اهالينا في الصعيد، ليه ما حدش يروح يشوف هناك؟ نفس الكلام، وزير الري جه من اوغندا بالطياره، راح سوهاج اللي مش فيها السيل، السيل كبير قوي في اسيوط، وراح سوهاج في المطار لمده ساعتين وقال لك يعني بين ان السيل ليه فوائد، قال لك والله كتر خير السيل ده ادانا 60 مليون متر مكعب ميه اضافت لميه السيل. مش يعني باين 95 مليون فمش فارق. يعني لما نيجي نتكلم على يعني ايه 60 مليون وانا بتكلم على 55 مليار احتياجات. لكن مثلا ما هو من ضمن ال 60 مليون دول من اضرارهم ان النهارده 17 محطه ميه قفلت. ليه؟ لان ارتفاع نسبه العقاره في الميه، ما تقدرش المحطات التكرير ميه الشرب مش متعوده ترصب كل هذه العوالق اللي في المي. فالسيل ده جارف معاه كل الارض الزراعيه وكل اراضي الجبل وراح بيها على النيل. النهارده بتبص ميه النيل هتلاقيها لونها بني من كتر الطمي اللي فيه. ف17 قريه مش هتشرب عشان العوالق اللي فرحان بيها وزير الري مثلا انه ضاف لنا 60 مليون متر مكعب مي. انا بعتذر لك دكتور نادر لضيق الوقت، بس عايزك تشرفني تاني لان عندنا ملفات كتير عايز افتحها معاك ان شاء الله. حاضر. اولها سد النهضه وتانيها حل مشكله السولار في الوادي الجديد. انا بشكر ضيف العزيز دكتور نادر نور الدين استاذ الموارد المائيه والري بجامعه القاهره. سؤالنا الثالث، خلص لماذا تغرق مصر في شبر ميه؟ خلص على ايه؟ معرفش، اديكوا تابعتوا الفقره، كله مسؤول بيقول لك كله تمام. نطلع فاصل وبعد الفاصل السؤال الرابع. ثلاثة في اليوم، تقعد ساعة مش أقل أو أكتر، وكده بقى كل يوم لازم كل يوم الحكاية تتكرر. على الرغم إن إحنا في الشتاء ما زي الكهرباء بتقطع برضه بالثلاث ساعات والأربع ساعات. أنا مسكنة نزهة جديدة، من ثلاث أيام الكهرباء قطعت ست ساعات، قطعت ست ساعات متواصلين.
ايوه الكهرباء بتقطع عندي باستمرار، بتقطع عندي، وطبعا ديت الاولاد ما بيعرفوش يذاكروا، وبتاثر بردك المستشفيات جنبنا برضو، بعض الناس اللي هي الوالده اللي هم اللي بيولدوا الولاده القيصره دي ما بتاثر على الجنين، والبعض الناس بتموت بسبب انقطاع التيار الكهربي دي. بالنسبه للكهرباء عندنا في المنوفيه بتقطع من حوالي بعد صلاه العشاء حوالي ساعه ونص تقريبا. الكهرباء بتقطع من بعد صلاه المغرب لحد الساعه 10 11 بالليل، وفي نفس الوقت بندفع فلوس رهيبه للكهرباء. عندنا مشكله في الجيزه، قطع الكهرباء على طول مستمر، وبعدين مزودين فاتوره الكهرباء زياده عن اللزوم، وحاطين خدمه نظافه ولا في نظافه ولا اي حاجه. ان تنقطع الكهرباء في مصر ده مش سؤال، ده اصبح عادي. لكن سؤالنا النهارده السؤال الرابع بيقول: لماذا تنقطع الكهرباء في المناطق الشعبية فترات أطول من المناطق الراقية؟ معايا على التليفون مهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء. مساء الخير يا باشمهندس. مهندس جابر، فندم معاك. حضرتك سمعت السؤال؟ سؤال؟ أيوه فندم. لماذا تنقطع الكهرباء في المناطق الشعبية فترات أطول من المناطق الراقية؟ لا يا فندم، احنا حاليا يتم القطع بعداله او تخفيف الاحمال، بقى بعداله لو في تخفيف احمال، وبيتم موزع على كل الجمهوريه كلها بما فيهم القاهره والاسكندريه. يعني ابو اتاتا زي مصر الجديده، ده ساعه ده ساعه ده ساعتين ده ساعتين، كله زي بعضه يا فندم، طبقا لتعليماتنا لرؤساء شركات التوزيع وللشركه المصريه للنقل، اذا كان في حاجات بتتم عن طريق التحكمات اللي هي الفرعيه. لكن الكل متساوي في الظلم، ساعه ساعه، مفيش حاجات اكتر. احنا مش موضوع برضه حضرتك بتقول لي كله متساوي في الظلم، يعني كله متساوي في تخفيف الاحمال ان وجدت. طيب خليك حضرتك معايا ونسمع محمد من دمياط، اتفضل استاذ محمد. ايوه استاذ محمد. قول لي الكهرباء بتنقطع قد ايه عندك؟ احنا عندنا الكهرباء متقطع من بعد المغرب او من المغرب وانت طالع لما للساعة واحدة بالليل، بتقعد بالساعتين، ما كانتش عمرها بتحصل قبل كده. احنا كلنا مدينة صناعية وقايمة على الورش، الورش قافلة والورش معلش بتعرف تشتغل، وكلها بتشغل مكان كهرباء، وكلنا بنقول لسه ما زلنا احنا لسه في الشتاء، والباشمهندس بيقول لك بنقطع بعدالة. يعني ايه بنقطع بعدالة؟ بنتسوى زي بعدالة. خلاص ايه ده بس يا استاذ محمد علشان طيب هنسمع. حاضر 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 يا محمد، نسمع مهندس جابر الدسوقي، اتفضل يا باشمهندس. اهلا وسهلا بك يا فندم. احنا على فكره دمياط قبل كده اهوت كنا بنستثنيها، لان وكان طلب محافظ دمياط ان احنا نقطع عليهم بعد بالليل، يعني خلال بالليل او بعيد عن فتره الذروه، انما في اثناء اليوم وفتره الذروه عشان كلها ورش صغيره واكل عيشهم يعني، واحنا كنا راعينا ده في الفتره السابقه، وان شاء الله بنوعد ان احنا هنراعي ده برضه ان شاء الله. اخد عباسط من هنا، بتنقطع عندك قد ايه يا استاذ عباسط؟ مساء الخير يا محمد بيه. اهلا بحضرتك يا حاج. الله يخليك يا باشا. بتقطع عندنا من المغرب، بتاخد من بعد المغرب كده لحدود ساعة كل يوم. طب كويس، معقول كده. اه بالنهار برضو نفس المسافة، يعني تاخد مرة في النهار ومرة بالليل بعد المغرب، ساعة في كل مرة. طيب ده انتوا مهتمين بينا اهو يا باشمهندس. رؤساء الشركات ان القطع لو في فرض تخفيف احمال، لو فرض يعني مش بالصوره القاتمه اللي الزملاء بيبينوها، لو في فرض تخفيف احمال بتبقى ساعه واحده وبتلف على الاخرين، عشان كده في بعض الزملاء بيقولوا لك ان ممكن بتقطع ساعتين ثلاثه، ساعتين ثلاثه بس كل منطقه ساعه، وممكن تبقى مناطق متجاوره، يعني بنوصل جزء ونقلل على جزء في حاله تخفيف الاحمال، وده بيبقى فتره الذروه بس. طب تخفيف الاحمال ده يستمر لحد امتى يا باشمهندس؟ تخفيف الاحمال احنا عندنا محدوديه في الموارد يا فندم. نعم، بمعنى كلمه محدوديه موارد. معدلية الموارد احنا في دايما في فصل الشتاء بنطلع بالصيانات بتاعتنا، وقطاع البترول بيطلع بالصيانات. طب اخد الحاجة سعاد من شبرا يا باشمهندس عشان نبقى جبنا لك قرار. الو. ايوه يا حاجة سعاد، مساء الخير. ايوه يا استاذ محمد، سلام عليكم. سمحت الله، الكهرباء بتنقطع عندك قد ايه؟ يا استاذ محمد احنا خلاص حاجتنا كلها باظت، كل ادواتنا الكهربائية باظت. انا كان عندي طفلة بتاخد نفس بخار مش عارفة ادهولها، يعني الصراحة ليه ده كده؟ احنا قلنا لا لا، قولي لي كام ساعة بتنقطع الكهرباء في شبرا؟ مش 3 4 ساعات يوميا، وفي وقت ممكن يعني مش عارفة اقول لحضرتك ايه.
اقوم الاقي النور الحاجه الكهربائيه بايظه, واقوم الاقي اللمبه اتحرقت وحاجه, الواحد بيبقى نايم خايف. حاضر يا حاجه سعاد, اتفضل يا باشمهندس. الناس اللي عايزه تذاكر دي وعايزه طيب. تشوف اللي وراها. باشمهندس جابر الدسوقي, شبرا بتنقطع فيها فترات اطول. انا بقول لحضرتك تعليمات من رؤساء الشركات, ساعه واحده وتلف في حاله تخفيف الاحمال يا فندم. يعني ده دي تعليمات رؤساء الشركات. قد يحدث طب. اعطال في بعض المناطق, قد يحدث اعطال وليس تخفيف احمال, قد يحدث اعطال. يتم التدخل فيها يا فندم. مهندس جابر الدسوقي رئيس الشركه القابضه للكهرباء, بشكر حضرتك. هو بيقول لك لما يبقى في مناطق بتزيد فيها فترات انقطاع الكهرباء ده نتيجه اعطال وليس تخفيف اعمال. هاخد مداخلتين بسرعه من ضيوفي. محمود البيالي, مساء النور, علي صوتك. للاسف كلام الباشمهندس بيطلع يتكلم كلام غريب. قول لحضرتك من اي منطقه بتتقطع؟ انا في الشيخ زايد الكهرباء بتقطع عندي مثلا ممكن يوم وممكن يوم لا, ممكن الكهرباء مثلا تقطع في حدود ساعه. بس الكلام اللي حضرتك, بس الساعه ده مقبول يا محمد؟ يعني ساعه مقبول في الشيخ زايد, بس الكلام اللي حضرتك بيقول ان مساواه ومش مساواه والكلام ده, لا, الكهرباء في المنصوره مثلا انا بسافر كل اسبوعين مثلا الكهرباء ممكن تقطع بثلاث اربع ساعات, ساعات برضو بسافر قريه مثلا جنب المنصوره الكهرباء ممكن تقطع خمس ست ساعات. فياريت بس المسؤول اللي يطلع يتكلم يعني يتكلم كلام برضو كلام واقع على اساس يعني نقتنع بالكلام. حالي مختار, في البدايه بشكر حضرتك طبعا على الاستضافه الجميله. وفي جانب بس في المشكله يعني حابب اتكلم فيه ابعد من هي ليه هي اللي الكهرباء بتقطع في المناطق الشعبيه اكتر من المناطق العامه. هي ليه الكهرباء تقطع اصلا؟ يعني لا بتقطع علشان عندنا موارد. لا اضيف بس لحضرتك حاجه مهمه, يعني انا كمواطن المفروض ان بعد 25 يناير يبقى في جديد. من ضمن الجديد دوت ان المشكله دي بقى لها حوالي 5 سنين أو 6 سنين عارفين ان احنا عندنا احمال معينه في عجز, وما سمعتش من مسؤول جديد يعني احنا عندنا المشكله دي العجز في كام الف وات وهنعالجها ازاي. دايما بسمع حلول تقليديه ان احنا هنزود الموارد وفي نفس الوقت هنحاول ان احنا نعالج. السؤال للسيد رئيس الوزراء مهندس ابراهيم محلب, نتمنى ان يكون هناك يعني اجابه. المواطنين ما ينفعش حد يستخف بيهم, عندنا محدودية موارد, بس ما هي البدائل؟ سؤالنا الرابع خلص, هندخل على السؤال الخامس واللي هو دايما بيسيبوه في أرابيزي اللي أنا مفروض أجاوب عليه. السؤال اللي فريق الإعداد حطوه لي النهاردة وقالوا لي خير جاوب عليه, هو سؤال لماذا أعلن الفريق سامي عنان اليوم انسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية؟ الإجابة إيه بقى؟ هقول لحضراتكم معلوماتي ان ابن الفريق سامي عنان الاستاذ سمير عنان دعا اتصل امبارح بمجموعه من الشخصيات ودعاهم الى بيت والده الفريق سامي عنان الموجود في التجمع الخامس. دعا مجموعه ممثله من الاستاذ ياسر رزق الكاتب الصحفي, محمود مسلم كاتب صحفي, استاذ مصطفى بكري, واللواء حسن الرويني, وقعدوا مستمرين في اجتماع مع الفريق سامي عنان في منزله من الساعة 11 مساء أمس حتى 4 فجرا, وقالوا له يا إن مفروض, شرحوا له موقف كامل وقالوا له ينبغي إن أنت تعلن انسحابك يعني وتصرف نظر عن فكرة الترشح. هو دعاهم عشان يسمع آرائهم, رأيكم إيه يعني, هو صاحب الدعوة. فقالوا له لا, نحن نقترح عليك إن أنت تنسحب من هذا الترشح للانتخابات الرئاسية. ياسر رزق تحديدا قال له بص أنا مش جاي لك قواصيد ما بين القوات المسلحة وبينك, بس أنت وجهت لي الدعوة وأنا بقول لك هذه الملاحظة. تم صياغة الكلمة اللي ألقاها النهاردة الفريق سامي عنان, وهذه الكلمة بالمناسبة لم يرد فيها الكلام عن المشير السيسي, وقالوا له لازم بكرة تعلن الانسحاب. طب ليه بكرة؟ لأن المشير السيسي سوف يستقيل هذا الأسبوع القادم ويعلن ترشحه للرئاسة. فقالوا له هيبقى معناها وحش قوي لو أنت جيت أعلنت الانسحاب بعد إعلان المشير السيسي ترشحه للرئاسة. وبناء على آراء المجموعة اللي دعاها الفريق سامي عنان إلى منزله أمس, وأنا حددتها لكم بالأسماء وقعدوا معاه 5 ساعات وهم اللي صغلوا هذا الخطاب وجرى تعديل فيه بعض الأشياء, قرر الفريق سامي عنان إعلان انسحابه من الرئاسة. خلينا نسمع الفريق سامي عنان قال إيه. أيها الإخوة المواطنون, إذا كل ذلك فإنني أعلن لجماهير شعبنا العظيم أنني اتخذت قرارا بعدم الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية
إعلاء للمصلحة العليا للبلاد وإدراكا للمخاطر التي تحيق بالوطن وتصديا للمؤامرات التي تستهدف الدولة واستشرافا للتحديات المقبلة التي تتطلب منا جميعا الحرص على صلابة الصف الوطني شعبا وجيشا. زي ما حضرتك سمعت مقتطف من كلمة الفريق سامي عنان، وكان من ضمن الكلام اللي قيل له في جلسة أمس إن إحنا مش عايزين يحدث خلافات داخل المؤسسة العسكرية. هذه معلومات موثقة علمتها من مصادرها. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل أحلى بقى سهرة في نهاية أسبوع عمل. ما بصدق يجي الخميس وباخد أجازة جمعة وسبت، بس والله بعض اشتغل عشان الأسبوع الجاي، ويا رب ده يعجبكم. هنقابل فرقة أوسكار إسما، كلام جميل، وهنستمتع بنص ساعة متواصلة مع فنون هذه الفرقة. أطفال بلغوا أرذل العمر قبل بلوغهم سن الرشد، فهم تعودوا على تحمل المسؤولية والحصول على المال في سن مبكر، وقد بدت على ملامحهم علامات التعب والكبر. الصبح بشتغل عند عم عباس العبادي، والصبح للعصر يعني الساعة 5 الساعة 8 الصبح لحد الساعة مع المغرب يعني. وفي الصبح بشتغل بنقض اللبن وحده والاسود وحده والاحمر وحده، وبنفرموه على المكنه وبس نلعبوه في الكيس وبندخلوه على المكنه كله لون يطلع له حديد. هنا في مركز اسيوط في اقصى الصعيد تعيش سحر وامل ودنيا. ظروفهم الماديه غير ميسوره الحال، اجبرهم الاحتياج للقمه العيش على ان يختاروا العمل والذهاب لمحلق القطن دون المرور على المدرسه. وبعضهم يحاول الجمع بين اكمال تعليمه والعمل، لكن يظل ذلك بلا جدوى. انا ما بروحش المدرسه، هادي انا شغالين مع ده، ما فكرتش اروح مدارس، ما اروحش مدارس. ما بعيانه ما بروحش المدرسه ولا ما بروحش الشغل، مبقاش تعبانه يعني بغيب من المدرسه وبروح الشغل. انا في المدرسه وشاطره ومستحميه في الدروس وكل حاجه، وبدي اساعد ابويا هنا. ظروف قاسيه اجبرت هؤلاء الاطفال على العمل في مهن غير مناسبه لاعمارهم، في ظل تعاون بعض المنظمات لمحاولة القضاء على هذه الظاهرة. لا ما كنت تعبانة مثلا رحت الرعاية المستشفى بدون علاج، لما ركتش علاج مثلا أمي تسلف فلوس وتروح تكشف لي، بس يقول لي عندك شوية ترابة. تعيد قبل كده من التراب، كنت تعبانة أنا، كان صدر وداعني حتى أمي جابت لي دواء. في البداية لما بدأنا نشتغل مع الأسر كانت الأسر رافضين تماماً فكرة أن الولاد يسيبوا الشغل ويرجعوا تاني للتعليم، لأن هما كان السبب اللي خلاهم خرجوا الولاد ديت من التعليم أن هي تساعدهم أن هما يجيبوا دخل للأسرة يساعدها في ظروفها الاقتصادية السيئة. احنا بدأنا نشتغل على تغيير وعيهم من ناحية مخاطر عمل الأطفال وتأثيرها على الأطفال دولة. بدأوا يتجابوا شوية بشوية، وخصوصا بعد ما ركزنا على جزئية تدريب الأمهات على تنمية مهارة معينة هي موجودة عندهم. أطفال جعلت منهم الحياة شيوخا، لكن يبقى لديهم بقايا من الأمل في ممارسة حياتهم الطفولية، ورغم ذلك فإن أقصى ما يتمنونه هو الحصول على بقشيش من رب عملهم. محمد جمال، مساء الخير. سياس رمسياس رمسياس اللي طلع ورا يبعد يا ابني يا حرام عليك شوكي. يا ابني خد بالك انت بتعدي مطرويا 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 يا ابني تعدي قلبي جامعة جيزة دقي جامعة جيزة دقي جامعة 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 We'll be right back.
في يوم متضايقه مخنوقه كده ومش رايقه لو كنت في يوم متضايقه مخنوقه كده ومش رايقه والدنيا بتيجي وتمشي احلام تقول ما تقومش والدنيا بتيجي وتمشي احلام تموت ما تقومش والدنيا بتيجي وتمشي احلام تموت ما تقومش وحاجات كتير في دماغك مشتاقة الوقت فراغك في حاجات كتير في دماغك مشتاقة الوقت فراغك انزلي وتمشي في كايرو شوف الناس لو يتزعروا انزلي وتمشي في كايرو شوف الناس لو يتزعروا انزلي وتمشي في كايرو شوف الناس لو يتزعروا كايرو 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 اسمعوا منكم شكاويكم واحكوا هموم كل بعضيكم اسمعوا منكم شكاويكم واحكوا هموم كل بعضيكم الصوت ده بيعمل دوشة وبتقلب هيصة وروشة الصوت ده بيعمل دوشة من الدوشة انا عمري ما بشبع او حتى ازهق واصدع من الدوشة انا عمري ما بشبع او حتى ازهق واصدع الصوت ده بيعمل هارموني كده شبه السيمفوني الصوت ده بيعمل هارموني او حاجه كده شبه السيمفوني ايه الصوت ده بيعمل هارموني او حاجه كده شبه السيمفوني حاجه شبه المزيكا من غير مقامات ولا سيكا حاجه شبه المزيكا صوت كلاكسات عربيه بتضحك بنت معديه صوت كلاكسات عربيه كايرو هو هو كايرو 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 أوسكار طالع فينا فوق عاش بأعلى ارتفاع واللي مش عايز يفوق غير لما ياخد بالبتاع كان بتاع فوق دماغه لحد ما يجيله الصداع واللي واخد العيشة قفشه والحياة بالاندفاع يروح هيلقى نفسه تحت 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 في أي قاع واللي مش بيهمه حد ناس خلابة أو جياع دي الحياة مش بالمقاس طول وعرض وارتفاع دي الحياة أكيد هتظبط لو تحافظ على الإيقاع 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 لو تحافظ كايرو 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 يا باشا اقفلوا المية خد بالك يا حبيبي اللي معاك بجنيه عيش صوت كايرو خد الطابور الحريم رايق صوت كايرو صوت كايرو صوت كايرو صوت كايرو احمد نجدي بحييك وبحيي فرقتك اوسكاريزما عايزك تعرفني بيها وتجاوبني على طول ايه معنى كلمه اوسكاريزما احمد عصام محمد مرسي اشرف اوشا شادي ماهر بندق بندق هو الفرقه احنا اسمنا اوسكاريزما لان احنا بدانا من خلال مسرح الجامعه وكنا بنعمل سكتشات وحاجات كده فالمسرحيه كان بيتخللها غنوه نخرج من المسرحيه نلاقي الناس حافظين الغنوه وناسين المسرحيه ومجهود الشهور وفاكرين بس الافيه بتاع الغنوه فاصدقائنا بقى طلبوا مننا وشجعونا ان لازم تعملوا الحاجات دي فبدانا بقى ايه نخلي الحاجات دي متغذيه في المسرحيات اكتر فايه فاحنا اي ممثل واي حد فنان مستقل بيسعى ان هو في يوم من الايام يوصل للاوسكار يعني كرمز مش الاوسكار بالذات يعني يوصل للاوسكار الشعبي اوسكار بتاعنا بقى احنا وفعشان كده اوسكار واحنا لا نمتلك زي حضرتك شفت صوتنا مش حلو فاحنا ايه لا نمتلك بس هتمتلكوا الكاريزما ايه بالظبط بالظبط طيب انا مش هتكلم معاك كتير بس انا عرفت ان انت بتعزف على بلعب هارمونيكا وفي كمان ناس من عندكم بيعملوا بانتومايم من الفرقه انت نفسك مش كده احيانا يعني هتدونا ايه النهارده او هتعملوا ايه تاني احنا ممكن ممكن مثلا يعني ما تديني حته بانتومايم
مفيش مشكله صعب مشكلة. يلا مش صعب بس اه انا فاهم بس المايم في فرق بين المايم والبنتومايم. البنتومايم ده هو بيبقى يعني هو فن التمثيل الصامت بس البنتومايم بيعتمد انا هعمل حاجه فالناس تفهم. اتفضل يلا لا نقلع النضاره. سمعنا ايه تاني؟ مش احنا بنحب ان عندنا نكون غنوة لكل فئة، مش كل فئة، كل يعني طيب. ناس من المجتمع كده كل طبعا نعمل حاجة للسادة الاطباء، حاجة للسواقين، حاجة للميديا، فاحنا دلوقتي نعمل حاجة للدكاترة. اتفضل على بيش. يلا بينا. زدتك غالية عليا، لو جيتلك بزكام ومصدع ليه بتقول لازم عملية؟ قولي يا دكتور ليه دايما بتخلي بزدتك غالية عليا، لو جيتلك بزكام ومصدع ليه بتقول لازم عملية؟ تركيزك مع محفظتي ويوتيوبي همك نضفتها، وانا فاكر مهتم براحتي وجدتي بيهمك صحتها. ليه تركيزك مع محفظتي ويوتيوبي همك نضفتها، وانا فاكر مهتم براحتي وجدتي بيهمك صحتها. ان دراستك صعبه وانك يا ما سهرت ليالي وانك عشت شبابك كله بتشرح في جثث وسحالي، عارف ان دراستك صعبه وانك يا ما سهرت ليالي وانك عشت شبابك كله بتشرح في جثث وسحالي. مناخيرك وكأن مفيش دكتور غيرك، طيب انا راح اقولك شكرا شكرا يا ابني وكتر خيرك. بتكلمني من مناخيرك وكأن مفيش دكتور غيرك، طيب انا راح اقولك شكرا شكرا يا ابني وكتر خيرك. دايما بتخلي بزيتك غالية عليا، لو جيتلك بزكام ومصدع ليه بتقول لازم عملية؟ قولي يا دكتور ليه دايما بتخلي بزيتك غالية عليا، لو جيتلك بزكام ومصدع ليه بتقول لازم عملية؟ فعلا بيكلمونا من مناخيرهم بعض الاطباء من فوق كده بشكل عالي. انتوا بتفكروني ليه بفرقه ثلاثي اضواء المسرح؟ هو لان ممكن فعلا عشان سمير غانم قاعد معانا، يعني سمير غانم اشرف اوشه والضيف احمد اهو. بس احمد ضيف احمد بس ما فيش جورج سيدوم الحمد لله. خلينا طيب هتسمعنا ايه تاني؟ احنا
والله الشدة الله في احنا عاملين حاجه لاحمد. نعم لكل اللي اسمه احمد. ماشي يلا بينا. احنا بنحب نعمل غنوة مثلا لمشجعي كرة القدم وبنحب قدر الامكان نجيب المشكلة من وجهة نظر الشخص اللي عنده المشكلة ده. يعني مثلا في السواقين بنتكلم من وجهة نظر السواق. يعني مش دايما الناس كلها بتضطهد السواق وتقول السواق مثلا بيركب. غني ما تتكلمش. بس بس بس, بس. يلا بينا اتفضل يا بندق. جت عليا وبطلت جت عليا وبطلت جت عليا وبطلت. انا عمري ما كنت اهبل زفة ولا واقع من قعر القفة. انا عمري ما كنت اهبل زفة ولا واقع من قعر القفة. علشان تهيني وتقولي خد ركن وسيب ايدي يا خفة. علشان تهيني وتقولي خد ركن وسيب ايدي يا خفة. هو انا مش راجل زي احمد ولا انا مش راجل زي احمد. فيمكن مش راجل زي احمد. جت عليا وبطلت جت عليا وبطلت جت عليا وبطلت جت عليا وبطلت. انا عارف ان انا من شبرا ولا عمري في يوم رحت الاوبرا. انا عارف ان انا من شبرا ولا عمري في يوم رحت الاوبرا. وزميلي بيدفع لي القهوه ويوماتي بروح بالاجره. والله بيدفع لي القهوه ويوماتي بروح بالاجره. هو انا مش راجل زي احمد ولا انا مش راجل زي احمد. ما يمكن مش راجل زي احمد. جت عليا وبطلت جت عليا وبطلت جت عليا وبطلت جت عليا وبطلت. هي اشمعنى اما فرملي تسيب واستهبلي وتقولي حتوب. اشمعنى اما فرملي تسيب تستهبلي وتقولي حتوب. هو انا مش راجل زي احمد وبحس وبشعر وبدوب. ولا انا مش راجل زي احمد وبحس وبشعر وبدوب. وبحس وبشعر وبدوب وبحس وبشعر وبدوب. مش عايز اجري وراكي انا هعمل ايه بقى فاكي. ما الكل بياخد دور وبيحكي عنك الحكي. كان نفسي اتهنى بثانية والله ما هطلب تانية. بقى عجبك حالي ومالي فكيها شوية يا دنيا. فكيها شوية يا دنيا. فكيها شوية يا دنيا. مش عايز اجري وراكي انا هعمل ايه بقى فاكي. ده الكل بياخد دور وبيحكي عنك الحكي. كان نفسي اتهنى بثانية والله ما هطلب تانية. بقى عجبك حالي ومالي فكيها شوية يا دنيا. فكيها شوية يا دنيا. فكيها شوية يا دنيا. ولا انا مش راجل زي احمد. احمد معلش احمد رد يا احمد. الراجل ده عصبي. سؤال يراود صديقي هلال. مين احمد؟ مين احمد؟ ليه احمد؟ الامانة تحتم علي ان اقول ان انا سمحت. انا اسف. لا 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 لا. وقتنا ضيق. عاوز غنوة تختموا بيها ولا تعزف على الهارمونيكا ولا تعزفوا عزف جماعي؟ ممكن نعزف عزف جماعي. نعزف براح. احنا عندنا اربع دقايق يعني نتصرف فيها. بس خلينا يعني اشكركم واقول لكم ان انتم نورتونا النهارده. واحنا في البرنامج بنشجع كل المواهب واي فرق غنائيه بتيجي
واي تجارب فنيه مختلفه. خليني اشكر ضيوفي اللي بيشرفوني في الاستوديو، وبشكر ضيوفي في كل مكان بيشوفوني دلوقتي على الشاشه، واشوفكم على خير ان شاء الله يوم الحد، واسيبكم مع اوسكار ازمة. Thank you.